وسعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح مشروع جسر المعابر بمديرية حجر ومشاريع تنموية بمنطقتي بروم والشرقين. إرسال مناقصات 21 مشروع ومناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية بسيئون. مدينة المكلا تحتضن معرض التوظيف الأول. أهلا بكم. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس المين البحسني مشروع جسر المعابر بمديرية حجر، حيث بلغت كلفة المشروع 1,800,000 دولار، ويشمل المشروع إنشاء جسر معلق مكون من 4 فتحات لمرور مياه سيول وعبارة جانبية، ويبلغ طول الجسر 130 متر وبعرض 7 أمتار. وتم إنجاز أعمال الطريق البري بطول 700 متر شملت ردميات ودك وتمهيد. وألقى محافظ حضرموت في المهرجان الذي أقيم بالمناسبة كلمة أعرب فيها عن عظيم السعادة بافتتاح مشروع جسر المعابر الذي سينهي معاناة أهالي مديرية حجر والمديريات الغربية وسيشكل معلما من معالمها. وأعلن المحافظ عن منح مديرية حجر الأولوية في مشاريع الكهرباء والصحة والطرقات والتربية وغيرها من المشاريع في القريب العاجل، داعيا أبناء مديرية حجر ويبعث وبروم ميفع إلى الالتفاف حول سلطاتهم المحلية وأجهزتهم التنفيذية والأمنية والعسكرية في نبذ الإرهاب. وألقيت في المهرجان البهيج قصائد شعرية وفقرات فرائحية ورقصات أهازيج شعبية ولوحات من التراث الشعبي عبرت عن الفرحة والابتهاج بهذا المنجز الكبير، وأشادت باهتمام المحافظ وإنجازه لهذا المشروع الحيوي المهم ومعاناة الأهالي أثناء تدفق السيول قبل إنجاز المشروع. وفي سياق منفصل، افتتح محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فارس المين البحسني مشروع إنارة الشارع العام بمنطقة بروم بمديرية بروم ميفع البالغ كلفته 31,926,200 ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى 3 لتحرير ساحل حضرموت. كما وضع المحافظ البحسني حجر الأساس لمشروع بناء متنفس وحديقة عامة بمنطقة الشقين بمديرية بروم ميفع بكلفة 65 مليون ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا. أرست لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم 21 عرض مقدمة من عدد من المقاولين بعد استكمال عملية تحليلها من اللجنة الفنية. وتتوزع المشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط في مجالات الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والأشغال العامة والطرق والمياه وجامع السيئون وصيانة وترميم قصر سيئون التاريخي. من جانب آخر، ناقش لقاء عقد بسيئون مستوى تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصصات المحافظة من مبيعات النفط والخدمات التي تقدمها مؤسستي الكهرباء والمياه ومكتب وزارة الشغال العامة والطرق في وادي وصحراء حضرموت والإشكاليات التي تواجه سير العمل في تلك الجهات. وتركزت نقاشات اللقاء على أهمية التعجيل في رفع دراسات الفنية التي تلبي احتياجات الخدمات المقدمة من قبل مؤسستي الكهرباء والمياه وكذا مشاريع ربط القرى الريفية بطرقات إسفلتية. وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة تضم في قوامها عدد من المختصين لإنجاز المهام في تقييم مشروع إعادة تأهيل خط الإسبتوس في مدينة القطن. اختتم وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون اختبارات إنهاء مرحلة التعليم الأساسي للصف التاسع بمجمع الزهراء التعليمي للبنات ومدرسة 14 أكتوبر للتعليم الأساسي بمديرية مدينة المكلا. واطلع الوكيل عبدون خلال جولته تفقدية لعدد من القاعات الاختبارية على سير اليوم الاختباري الأخير وما شهدته العملية الاختبارية في جميع مدارس ومجمعات مديريات المحافظة، مشيدا بالجهود التي بذلت لإنهاء الاختبارات بانضباط والتزام بالمعايير والضوابط لاختبارات إنهاء المرحلة الأساسية والابتعاد عن ظاهرة الغش التي تم القضاء عليها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تربية الساحل تحظى برعاية كاملة ومستمرة من قبل محافظ محافظة حضرموت، مطلعا في ختام جولته التفقدية على سير عملية التصحيح دفاتر الإجابات في قاعات الكنترول المدرسي.
كشف مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري عن وصول نحو 5000 طن متري من مادة المازوت المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء قادمة من مصافي عدن الحكومية. وقال العكبري أن وصولها جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث وصلت باخرة لؤلؤة كريتر إلى ميناء المكلا قادم من مصافي عدن، تحمل على متنها 3519 طن متري من مادة المازوت، فيما تصل بقية الكمية المحددة عن طريق الناقلات البرية. وأشار الدكتور العكبري أن قدوم هذه الكميات يأتي وفق تواصل بين رئيس الحكومة والسلطة المحلية الممثلة بمحافظ محافظة حضرموت للإسهام في التخفيف من أزمة انقطاعات التيار الكهربائي التي كانت شهدتها مناطق الساحل خلال الأيام الماضية. كرم مكتب الأشغال العامة والطرق المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي ومدير إدارة منشآت وحماية الشخصيات بأمن حضرموت العقيد هاني محمد بشكيلة، حيث قاما بتكريمهما مدير مكتب الأشغال العامة بالمنطقة الأولى بأحياء المكلا صلاح أحمد مثنى ومدير مكتب الأشغال العامة بمديرية المكلا خالد مبارك بن صالح، نظير جهودهما في تسهيل عمل مكتب الأشغال العامة والطرق. وشكر العميد التميمي والعقيد بشكيل قيادة فروع مكتب الأشغال العامة والطرق لحرصهم على تكريم قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، مؤكدين أن عملهم يحتم عليهم الوقوف ومساندة كل المكاتب التنفيذية بالمحافظة لتسهيل عملها وفقا للقانون. أنهى عمال ومهندسو الورشة المركزية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت إنزال بئر جديد بمنطقة ثلاء العليا، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة مؤسسة المياه لمواجهة الصيف، حيث بلغت إنتاجية البئر 1300 لتر في الدقيقة، وسيساهم البئر الجديد في تحسين مستوى الإنتاج لمياه مدينة المكلا، وينعكس إيجابا في توفير المياه الكافية لمواطني المكلا. جرى بمدينة المكلا التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي، وتتضمن الاتفاقية التي وقعها المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الباقي الحوثري ورئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد باعشن تعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم النهوض والارتقاء بالتعليم الفني والمهني لمواكبة سوق العمل في ظل ما يشهده التعليم الفني والمهني من توسع في البرامج النوعية بكليات المجتمع والمعاهد المهنية والتقنية وتبني المواهب الإبداعية من الطلاب. التقى المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق بفريق منظمة الأمم المتحدة UNDP لبناء وإعادة تأهيل قدرات صندوق النظافة. وخلال اللقاء استعرض مدير صندوق النظافة أهمية الاحتياجات الأولية التي يتطلبها الصندوق للارتقاء بمنظومة العمل خلال الفترة الحالية. من جانبه أوضح مندوب المنظمة بتدشين برنامج لإعادة تأهيل إدارتي صندوق النظافة والتحسين ومؤسسة المياه والصرف الصحي، حيث تبلغ تكلفته إلى 8 مليون دولار يقسم على بعض المحافظات المحررة ومنها محافظة حضرموت. وناقش اللقاء جملة من الأعمال التي تهدف إلى إعادة تأهيل المباني وإيجاد الحلول للتخلص من المشكلات والاستفادة من النفايات وتحسين المدينة، وكذا تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي وتحديث وتطوير برنامج نظم المعلومات. التقى مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ هاني عبد الله البيض برئيس المؤسسة الطبية الميدانية دكتور مهيب عبادة، وناقش اللقاء أعمال المؤسسة الطبية الميدانية وتدخلاتها الطبية في حضرموت كمشروع الأمن الغذائي ومشروع التغذية التكميلية، بالإضافة إلى التدخلات القادمة مستقبلا. في دوره شكر الأستاذ هاني البيض المؤسسة على تدخلاتها الطبية مبدئا استعداده الكامل للتعاون مع المؤسسة في جميع أعمالها وأنشطتها الإنسانية. في إطار مشروع النجاح والاستقرار الاقتصادي في اليمن، عاصمة محافظة حضرموت مدينة المكلا تحتضن أعمال معرض التوظيف الأول بفندق رمادة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنظيم النادي الخريجين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب وتفشي الفقر وتدهور الحياة المعيشية نتيجة للأوضاع المأساوية التي تمر بها اليمن وألقت بظلالها على محافظة حضرموت التي تنعم بالأمن والأمان وحراك انتعاشي واقتصادي وتنموي تشهده المحافظة بفضل الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فاحتضنت عاصمة حضرموت أعمال المعرض الأول لطالبي التوظيف بالقطاع الخاص، شارك فيه 15 شركة وقدمت فيه 60 فرصة عمل من قبل المؤسسات المنتجة والفاعلة في القطاع الخاص، وجاء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مدينة المكلا. فعاليات المعرض افتتحت بكلمات تطرقت في مجملها إلى أهمية انعقاده في مدينة المكلا وخلق شراكات وعلاقات مع الجهات الحكومية والخاصة. وأوضحت التونسية الأستاذة بثينة الأسعدي رئيسة فريق تنمية القوى العاملة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المشروع يهدف لخلق فرص عمل ويحرص على تدريب وتأهيل المشاركين وتوفير مساعدات فنية لشركات القطاع الخاص. رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش أكد في كلمته على أن الجامعة تغذي احتياجات سوق العمل في المحافظة وخارجها بمئات الخريجين والخريجات كل عام، لكن أغلبهم يعانون من عدم الاستيعاب في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. فيما أوضحت الأخت أوسان باحسين نائبة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أن المكتب حريص على متابعة حقوق العاملين في القطاعات الخاصة بما يلبي احتياجاتهم. غرفة التجارة وصناعة حضرموت تعد البوابة للعبور للقطاع الخاص في خلق بيئة مناسبة للعمل في السوق المحلي، أشار إلى ذلك القائم بأعمال الغرفة الأستاذ مجدي بوعابس. مشروع منصة مهنة يعد من الشركاء الأساسيين والذي يقدم بيانات تكاملية وخلق فرص عمل لباحثي الوظيفة من الشباب والشابات على مستوى اليمن. المعرض اشتمل على عقد ورش عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية وعمل المقابلات الشخصية مع طالبي التوظيف من الشباب والشابات من قبل الشركات والمؤسسات المستهدفة في المشروع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالعديد من المهارات النظرية والعملية التي تسهم في تحسين مستوى الإنتاج للعامل والشركة وفتح آفاق تعاون مشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المساهمة في النهوض بالتنمية. لقناة المكلا فادي حقان. بهذا التقرير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يفتتح مشروع جسر المعابر بمديرية حجر ومشاريع تنموية بمنطقتي بروم والشرقين. إرسال مناقصات 21 مشروع ومناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية بسيئون. مدينة المكلا تحتضن معرض التوظيف الأول. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.